تحط 3 قطرات في 50 مللتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم منصف. إخوتي أخواتي، الموضوع تاع اليوم كما قاعدين تشوفوا في الفيديو هو الفيتامين E، فيتامين E بير بنسبة 2000 ميلي غرام. وكل نعرفوا وش معناتها فيتامين E، وش معناتها الفايدة تاعو للجسم، يعني الوصف يعجز اللسان على الوصف تاع الفيتامين هذا. لو كان نعرفوا درك الفوائد تاع الفيتامين هذا نوليو نمدو غير الاو، يجي وقت التجهيز نمدو غير الاو، يجي وقت الراحه نمدو غير الاو، يجي وقت غيار الريش نمدو غير الاو. هو باختصار شديد الفيتامين هذا هو يحسن كيف نقولوا الفونكسيونمون، يحسن الوظائف تاع الاجهزه اللي كاينه في جسم الطائر. وحتى الفيتامين اي بالنسبه للانسان ثاني هو يحسن الوظائف تاع الاجهزه اللي كاينه في الجسم تاعنا. في الجسم تاع الطائر كاينين عده اجهزه، كاين جهاز التنفسي، جهاز التناسلي، كاين جهاز العصبي، كاين الاجهزه كاينين بزاف حنا في الجسم تاع الطائر. الجسم تاعنا فيتامين او يعمل على التحسين، والدليل هو علاه نركزوا عليه غير في مرحله غيار الريش، يا عفوا في مرحله الانتاج، على في المراحل هادو من مدوش هذا الفيتامين. انا عندي دركا مده تاع قريب عام نمدو مرة في 15 يوم. الفيتامين هذا يتمد مرة في 15 يوم على مدار السنة في جميع مراحل حياة الطيور تاعنا. ما تنساش الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس وباش يوصلك كل جديد. نتمنى اني فدت واستفدت. وخاوتي ما تجاهلوش الفيتامين هذا، راه مليح بزاف. ولا غام تاع اوميغا راهي تسهر على معرفه متطلبات كل المربيين واش نحتاجو علاه، لانه الصانع تاع المنتوج هذا هو مربي قبل كل شيء، هو الفار. موش الغرض تاعو انه التجاره برك، الغرض تاعو هو انه نهار بدا الانتاج في المنتوج هذا بداه على جال التربيه، لانه هو مربي ومازال مربي. ونشكر خونا نزيل على هذا المنتوج، بارك الله فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.